هالشيء. العالم اول رمضان شكل ولا بشكل ما في، يعني شو بدنا نجهز؟ ما شو دوبو ما رمضان اول كنا نجيب الجبنه اللبنه كل شيء، هلا ما في شيء والاسعار نار. رمضان ما بدو الوعد ما معانا زلمي، انا وختي قاعد اسال بدنا سنه بزعطينا الدار وصار لنا المواعيد عم نام على الحصير كشف على الارض عم مش حد ينام. ولد ذبحنا ذبح خلاص المصروف، الشعب ما له قدرة يشتري شيء. الله يكون بعون. سهل في رمضان، رمضان كريم بالله، هيك بنعرفه هيك تعودنا عليه من قديم ومن جديد. بينما هلا هلا تغير الوضع، هلا صار شيء اسمه تجار دم، كل ما عليه كلمه تجار دم، استغلال استغلال هالشعب. عم بيجي دعم من برا، ايه اهلا وسهلا بيجي دعم، هالجمعيات ولا غيره ولا غيره. على سبيل المثال انا صرت مثلا صاحب محل فروج، محل الفروج كله الفروج اللي بعنا من اسبوع كان ب 600 ليره، صار خلال نهار واحد 900 ليره. امبارحيات كنا نشيله ب 900 ليره، اليوم الدنيا ب 1200 ليره، ليش؟ رمضان، رمضان شو؟ رمضان كريم. مثل امبارح نحن مشترين كيلو الفروج من المجنه ب 900 ليره، وبالمجنه ان شاء الله تعشيل من عنده. تنزل لعند الجمعيه بتعطيه 1200 ليره على انه اساس؟ طب ما تيجي لعنا الجمعيه ولا نحن اللي معطيها، ليش عم تنزل على المجنه وترفع السعر؟ شو ذنبه المواطن؟ منين تجيب؟ يعني كيلو الفروج اذا نحن شلناه طيب مواقف وبوسخ وبنشرب 1200 ليره، اذا بعناه شو بدنا نبيعه؟ لا نسكر احسن لانه ما ضل رمضان. روحوا رمضان كله. ما يجي علينا صعب والله، العالم ما أنا جاهز إلا رمضان خالص، العالم الأسعار غالية والعالم مستوية والله. شوفت عينك عقبال على رمضان ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. ارتفاع الدولار أسرع ناس والعالم السيولي بدأ مصاري بدا قريب، ارتفاع الدولار خلى العالم شوي هيك تقل المصاري بيديها والاسعار بالنار. يعني تصور انت تركت السمن من 15000 لل 25000 16000، ولتر الزيت كان لتر ب 500 هلا ب 1500 على ارتفاع الدولار. الله يعين العالم.